السلام عليكم خاوتي، جبنا لكم موضوع خفيف. الناس اللي تقول لك جيب لي تليفون تاعك اي كلود نفتحه لك 11 برو ولا 11 برو ماكس خاوتي، هذو ما الناس كيما نقولوا احنا يخرطوا خاوتي. اولا لازم تفتح الاي كلود لازم بريس 18، اما سيرفر اما سورس. بالنسبه للسيرفر خاوتي عندك 97% ولا 90% ولا 87% ولا 80% خاوتي باش تفتح لك تليفون. ابار سا ما تفتحش خاوتي، وشوف قليل باش تفتح السيرفر. كيفاش يخدموا هذو مجموعة السيرفر؟ يخدم لك فاكتير مزورة خاوتي، يبعثها لشركة عرب اللي قالنا حمد اللي انت مولا الايفون هذا. بالنسبة لهذه الطريقة عادة فاشلة خاوتي، عاد ماهيش مستعملة بزاف. كاين الفيشينغ خاوتي، بالنسبة لي الفيشينغ هذا خاص باللوست فريش، يعني لوست ذيس ايفون از لوست، يقول كان مي بليز ذيس نمبر، يعني التليفون هذا يخليك نيميرو التليفون ولا الايميل تاعو، يقول لك this iPhone is lost can me please this number or can me please this email. هذا تلقى فيه نيميرو التليفون في الاكران، اما تلقى فيه ايميل في الاكران. خاوتي كيفاش تخرجهم هذم تحتاج بيسكارد جي، ولازم يكون التليفون تاعك كود اكران. كي داخل بيسكارد جي خاوتي يكون فيها كونيكسيون باش تخرج لك النيميرو ولا الايميل خاوتي. بالنسبة هذا يعني في سوليسيون خاوتي، يعني عندك 87%. أما بالنسبة للكلين خاوتي ما تشريش خاوتي من واد كنيس، نوصيك الناس اللي تبيع في واد كنيس يقول لك كشير من عندي آيفون راهي تفتح، ما كاش منها خاوتي، باسكو معظم السلع اللي في الجزائر راهي مجربة. يعني خاوتي كان بيه هو ما بيعلكش الآيفون راهو فتحه هو، فهمتوا خاوتي؟ نكملوا الجزء هذا في الحلقة الجاية خاوتي، والسلام عليكم. ما تنسوش ديروا لنا ابوني.